اهلا بيكم يا جماعه في الفيديو الجديد. هنتكلم عن هنكمل البوم الهضبه يا كل حياتي يا كل حياتي. المهم يا جماعه الالبوم ده فيه اغنيتين لايمن بهجت، اغنيه بلا واتساب اول ما نزلت ما كانتش عجباني يا جماعه، بس لما سمعتها كتير عادي خدت عليها، بس في البدايه الانطباع الاول ما كانتش عجباني لان ايمن شغله قوي وحلو قوي. الاغنيه الثانيه اللي هو كاتبها انت مغرور اعتقد 90% والكلام ده ممكن يكون صح، ان الاغنيه دي كتبت لزينة مرات عمرو الثانيه اللي هي قبل زينة الشربيني. لان في جزء بيقول انت زي الزينة اللي يكون فاعتقد يا جماعه الاغنيه دي مكتوبه لها ان عمرو عايز يوصل لها رساله بطريقه غير مباشره في الاغنيه دي، ومفيش احسن من ايمن اللي يكتب له الكلام ده. دي الاغنيتين اللي كانوا في الالبوم ببصمه او توقيع ايمن بهجت قمر. استنى في الفيديوهات الجايه هنشوف كل مؤلف عمل ايه في الالبوم. لو عجبك لايك وابعته لاصحابك، ما تنساش تشترك في القناه واكتب لي في الكومنت حابب تشوف ايه. تابعونا.